السلام عليكم. تلخيص تاريخ صفحة 21. هذا ليش عندي ألخص؟ أكثر الفيديوهات قاعد تجيني قلت ليش تلخصين؟ أنا جاي ألخص لأن أريد أجمع الأسئلة مع الامتحانات الشهرية، أجمعها كلها وأحطها بالكورس الأول للمكملين، وإن شاء الله النجاح. أبدي صفحة 21. نعم، حطيت أسئلة تعريف وتعاليل وفراغات. ما هي أشهر المراكز الحضارية في الحضارات القديمة؟ أولا، انتشار العمران بالعراق ومصر والشام بالألف الخامس قبل الميلاد. اثنين، نشوء الحضارات قرب ضفاف الأنهار لإرواء الأراضي الزراعية بالقرى والمدن وصيد السمك وللتنقل. ننحط التعليل، هذا مهم التعليل، انتبهوا عليه. دعت الأنهار ثروة لنشوء الحضارة على ضفاف الأنهار، هذا مهم. الجواب سوت نقاط حتى بسهل تحفظونه. الأنهار تروي الأراضي الزراعية في القرى والمدن. اثنين، في التنقل. ثلاثة، صيد السمك للتغذية الإنسان. هنا حطيت لكم تعليل علل. تعد الأنهار ثروة ويجب الاهتمام بها والترشيد باستخدام المياه. الجواب، لأن الاهتمام يعني وجود بيئة نظيفة لتكون الحضارة مزدهرة، ازدهار حضاري. وهذا هو التلخيص مالتي لصفحة 21، وأسألكم الدعاء وشكرا.